السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد. دائما حنايا كنبحثوا لكم على شي حاجه مميزه نشجعوا فيها الشباب كما شفتوا في الفيديو الاخر اللي كنت عدت في مقهى الشريفه باش كنت تلاقيت ديك المدون وكذا وهضرنا على الكتاب ديالو على المقهى ديالو. فاليوم بالصدفه هنايا في الحافه ولا كما كنقولوا حنايا حجره غنم جبرت واحد السيد تبارك الله عليه عنده واحد موهبه مزيونه بزاف. فاول حاجه نخليكم تعرفوا على السميه ديالك. السلام عليكم، معكم منعم صابر من مدينه فاس ومستقر من طنجه. مرحبا بك. تقدر تعرف على الفن ديالك ولا نقدر نقول جات لي بحال شي صناعه تقليديه هذه ولكن عصريه بواحد الطريقه في شكل؟ هذا فن تشكيل، قدرت يعني نصاوب منه لي سوفوني اللي يقدر اي واحد ياخذ سوفوني يعني باثمنه مناسبه وزوينه. لاحظت ان هنا اغلبيه البورتيك الاسنان مكتوب فيهم السميات يعني بواحد الطريقه صراحه اوريجينال اول مره نشوف. غالبا كنعرفوا حنا البورتيك اللي كيجي بهذيك السميه كيكون مثلا في الخشب او ديال الحديد. هذه واحد الطريقه فنيه اللي فيها واحد الابداع في اللمسه ديالك هنايا حدا مكتوبه هنايا ابي. هادو كاين بزاف ديال الاشكال. قول لي خي واش هاد الفن هذا تعلمتيه راسك اكتسبتيه راسك ولا مثلا قريتيه ولا شي واحد دوزو لك؟ يعني كيفاش تتعرفتي على هاد الفن هذا؟ هي هاد الفكرة هادي عمر فكرة وحدة كتنجح هي بزاف. مجموعة من الأفكار تجارب مجموعة من الأفكار كتجمع بيناتهم كتنتج بيناتهم واحد المنتوج. يعني كتبدأ النهائية هادي؟ لا هادي ماشي نهائية، الفن لا محدود. طبعا أنا فهمت، يعني باش توصل لهاد الفكرة ديال السلك تخرج منها يعني دوزتي بشي مراحل. يعني كنت كنخدم في الدار حوايج بسيط عادي موهبة في الدار وصافي هاديك الأمور. حيت من شحال هادي كنخدم باش شي السلك المهم مع المدة ما تطور ما صاب قلوبها ما راكدة. المهم بديت كنكتب بواحد الطريقة واحدة أخرى باش كنسود. المهم الفكره بدات تتطور بزاف ديال بديت كنكتب الحروف بساطين نكتب لعباد الله كذا الاصدقاء وداك الشيء يعني نكتب لهم اسماء يسبوني يعني كادو من عندي. كان دائما هذا الرفيق الصديق ديالي. انا الصديق ديالنا هو الهاتف سينا الصديق ديالك هو هذا لقى. المهم صافي بديت كنكتب مزيان شويه تمكنتي شويه من هاد جاتني الفكره نخرج للشارع اذا نخدم مزيان نشارك الفكره ديالي مع الناس وفي نفس الوقت لي سوفوني زوين وخاص متناول جميل. قول لي اخي منعم سقسيك علاش اخترتي هاد الطريقه ديال العيش هذه مثلا واش ارتحتي فيها ولا كيفاش الطريقه ديال العيش هذه؟ من حيت اول حاجه طبيعيه ارتحت فيها انا كنت ديجا خدام في الشركه يعني خدام مزيان الحمد لله عندي صنايعي وهادشي. ولكن ملي كتكون خدام في الشركه ولا مع شي واحد نهار مع 5 الصباح تجي مع 4 العشيه ماشي تبقى محكوم كتلقى لك الوقت ديتي شي حاجه في حياتك ومي كيخش كيلقى فيك الكريدي ما كيتقدكش ما عنده ما تقدك انت اصلا عندك المخروج عندك بزاف الحوايج تاع اما هكذايا هذه بحالها بحال البيع والشراء رغم هي فنيه ولكن داخله في المجال البيع والشراء. وعاد واحد الاهم حاجه كتبغي الحاجه اللي كتبغيها انت كتبغيها ومرتاح فيها والناس كاملين اصلا الهدف كامل الناس كاملين كيبغيوها وكتفرح بزاف الناس كتفرحهم باللي سبوني بزاف وفي نفس الوقت الحمد لله المهم عايشين منها قانعين بالقليل تيجيب الله يكسب ان شاء الله. المهم الدراري هو حسين تما كيهضر مول الصنعة هذاك كيهضر معاه يعني هادي عطيه النمرة ديال الواتساب باش اون فوا يتلونسا فيديو اي سردو له. كان فيتشو بحال على هاد الناس هادو كتعكيا كان فيتشو على بحال هاد الناس هادو اللي مصدر العيش ديالهم بسيط. غنقول لك اخي كخلاصة يعني شنو هي الرسالات كتوجه للشباب؟ بزاف الشباب تيقول لك ما كاين الخدمة المغرب ما عطيناش الدولة ما عطيناش وكذا وحنا بيتنا كيجريو علينا وداك الشيء. ولكن الحمد لله حنا اللي جينا تبعنا الظروف وداك الشيء ما عمرنا ندير شي حاجة في حياتنا. الإنسان دائما يقلب يدير شي حاجة ديال خدم مع بنادم
تعلم صناعة، تفكر دير شي حاجة ديال، ما تسناش الدولة تعطيك ولا شي واحد يعطيك، ما كاينش اللي يعطيك في هاد البلاد كاع الأرض السعيدة، ما كاينش اللي يعطيك. شكرا أخي منعم على هاد الوقت اللي حديتينا، الله يعاونك في هادشي اللي كتعملو صراحة. أنا ديما كنفتش لشي حاجة بحال هيدا، توفيق إن شاء الله. أمين أخي، وإن شاء الله يا ربي جبرتي التشجيعات ديال الناس إن شاء الله، تقول لك شي كلام زين وجاتينا تموتيفا عاوتاني تعطي وتبدع أكثر. كما شفتوا الاخوان، اخ منعم يعني تبارك الله عليه، يعني من الشباب اللي ما كيجلسوش، يعني ما كيقولش ما كاين والو، يعني ما كيرضاوش انا يقول والدي ديالهم عطيني، يعني نقدر نقولوا يعني ماشي من والو، انهم واحد التجارب كما قالوا وصلوا لواحد النتيجه اللي قدر انه يحضر المصروف اليومي ديالو. فتحيه للشباب فحال هادو في ما كانوا في وطننا الحبيب. ميم الاخوان، كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، كنتمنى الرساله منه انها تكون وصلت واخا تكونها قليله او لا صغيره. نشوفكم الاخوان ان شاء الله يا ربي في ساعة الخير في فيديو آخر. سلام عليكم.